رواية نهاية الصحراء لسعيد خطيبي والصادرة عن دار نوفل هي واحدة من الروايات الصعبة والممتعة والعميقة بشكل متكامل. رواية بيوهمك العنوان بأنه الأحداث رح تصير بصحراء ما، ولكن لما تبلش بالقراءة بتلاقي حالك أمام فندق اسمه فندق الصحراء، بتصير فيه جريمة قتل الراقصة زازا أو زكية. فبتقول معقول كان اختيار العنوان لأسباب تسويقية مثلا، ومن هونيك بتبلش بالتعمق والاستمتاع. تتعدد الأصوات بالرواية، وكانت الأساس بتشكيل هيدا النص، فكل شخصية من الشخصيات كانت راوية، كل حدا كان راويا لجزء من النص بصوته الشخصي. وهون تكمن بالبداية صعوبة الإمساك بالرواية من خلال صعوبة الإحاطة بالشخصيات وأسمائها، بس الأمر ما بيطول وبيلاقي حاله المتلقي عم يسمع للكل اللي صار عارف كل واحد منهم شو دوره. بشير الحبيب أو حميد المحقق، كمال موظف الاستقبال، نورة المحامية، بالإضافة لإبراهيم وحسينة. لغة الرواية متماسكة، ونجح خطيبي بأنه يخلي لكل شخصية تفرد في أثناء السرد، وهون تكمن قوة النص وبراعة صاحب هيدا النص. ولعل الناحية الأبرز اللي بتبين براعة الكاتب فهي لما اعتمد على الأحداث التاريخية وبث أفكاره ومواقفه السياسية والاجتماعية، ولكن كانت بشكل عفوي وعميق وسلس وبعيد عن التكلف. الرواية بتوهم أنها بوليسية، فهي طبعا بيصير فيها بحث عن قاتل زازا أو زكية، ولكن برأيي لهيدا الموضوع كان له وظيفة بسيطة بظل سيطرة وظائف تانية من حيث التقنيات والسردية والرمزية والعمق بهيدا النص الروائي المتميز. كان إلي مأخذ على الرواية بنهايتها، وهو مأخذ على الكاتب نفسه. فبنهاية النص بيشرح للقارئ علاقة كل شخصية غير المباشرة بوفاة زازا أو زكية، وهيدا الموضوع أنا بشوف فيه عدم ثقة بالمتلقي بالقارئ اللي كان هو لازم يوصل لهيدي التحليلات وهيدي الرمزية. وعلى الرغم من أنه الرواية صعبة، ولكن كان لازم يترك للقارئ أنه يقوم بهذا الأمر. رمزية الفندق القابع بالصحراء وفرار صاحبه بسبب اضطرابات الثمانينات بالجزائر وتحويله إلى مستشفى كانت الأساس بالعنوان لرواية لغتها متماسكة وجذلة، اختير فيها لكل مقام مقال حتى يقدم لنا نص جميل وعميق ومتعب أيضا. هذا كان رأيي، وشكرا.